مرحبا بكم في كوزينتي، كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم نشوفو طريقة تحضير الحار على الطريقة التونسية بشكل هريسة. للكيفية نحتاجو رطل حار، خير الحار يكون كما يقولو يكوي. نسحقو حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق، شوفوا كمية كبيرة كاينة. نسحقو مغرفة كبيرة تاع قصبر، زوج سنينات ثوم مرحيين، ربع مغرفة تاع فلفل الكحل، ربع مغرفة ملح، وربع مغرفة تاع كروية، ونسحقو شوية زيت. وندوزو لطريقة التحضير. أولا اللي نديروها نروحو نشويو الحار. لهذا الشيء نحكم شوية زيت، نمسح يديا وكل راس نجوزلو الزيت. بعد ما زيتهم نروح نحطهم يتشوى فوق النار. هنا يعني فرشت بابي ألمنيوم باش ما يوسخ لكمش، ونقعد نعسو. شوفوا يبدا يحكم هذا اللون الاسود، نخليوه حتى القشره كامل تولي هكذا نوار. شوفوا هنايا راهو ولا كامل كحل، نروح نحطه في كيس بلاستيكي ونغلق عليه باش نخليه يعرق، ونكمل كامل الحار. غير عرقت القشرة تولي تتنحى، حاولوا يعني ما تدخلوهش في الماء باش ما يفقدش الكو تاعو. هاو يطير وحدو، ساعفو. نقيهم نحكم من راس الحار، نحيلو الزريعة، نشقو هي اللي تدر في الحار، ونقطعها طرف صغار. نحط هنايا قيمة كاسة تاعي تاع الزيت تسخن في المقلة، ونضيف لها البصل. كي تذبل شوية البصل نزيد لي زيبيس والثوم، نزيد نقليهم. نضيف الحار، نخلط كلش، ومن بعد ننقص كامل النار ونخليها تطيب في غردها على نار قليلة حتى يذوب كلش. هنايا الخضر تاعي راهم دبالو، نروح نحيهم. كنا قادرين نديرو نفس العملية في لاكوكوت مينوت، تنقصو عليها كامل بلا ما، واحد اونتخ دو أ تخوا مينوت باش يذوب كلش. أنا كيما راهي نروح نعمر بها باللارا. نغلق البلارة، هكذا البلارة سخونة كي نقلبها على فمها. دو طون زون طون نعاود نرجع ونعاود نحطها على فمها ونخليها تبرد في هذه لابوزيسيون. الحار التونسي راهو جاهز، تقدروا تاكلوه كيف بلاصة الشليطة تاعنا. حنا نديروها بالثوم، هما يديروها بالبصل. وعلى العموم نشكر التونسية اللي مدت لي لا روسيت، ان شاء الله تعجبكم الكيفية. ميرسي.